اهمال هو ده اللي جسدي. بدور عليه انا بس كمان بالظبط. تاكيدا لكلام حضرتك، هما فعلا حالتين فقط عرفنا من ابلاغ المستشفيات والاجهزه الامنيه ان هما حالتين فقط اللي تم الابلاغ عنهم. بس انا عندي سؤال برضو يا فندم، مين هيصلح للناس دي حاجتها؟ يعني في هذه الحاله ايوه الميكروباص اللي النقطة دي، باظ، العربيه، العربيه النقل، هامة جدا جدا جدا. الناس تمام، الغلبانه دي مين هيصلح لها حاجتها يا فندم؟ نفس الكلام اللي انا بقوله، اننا بقى النهارده لابد نعيد النظر في قانون التأمين على المركبات. لابد، وده موجود في دول كتيرة جدا، ان حضرتك لما تعمل حادثة زي دي شركات التأمين اللي مأمنة لك لازم تلتزم انها تعوض هذه الناس. وعشان تلتزم تعود الناس ده لازم توقع عليك غرامه كبيره، يعني تقول لك لا انت ارتكبت حادث جسيم وانا تكلفت هذه الحادث طبعا بناء على اللي انت عملته، فبالتالي ان انا لما تيجي تجدد السنه الجايه انا مش هجدد ايوه، لك واعمل لك تامينك الا بعد غرامه عاليه جدا، لان انت مدي للسياره لانه للسواقين مستهترين عندك. ده الناس عربية كلها بتعمل كده. عربية الخرفان دي لوحدها يا فندم فيها ايه، 30 خروف، طبعا، شوف يعني الرقم نفق الكبير، عدد كبير منهم طبعا، ما فيش كلام، مش يعني اقل من ده العرض. 30,000 العربية اتدمرت، والخرفان طبعا والحمولة اللي طبعا، هم ماتوا دول، والناس يا فندم، والناس والناس والعربيات طبعا الاخرى، طبعا. كل ده يا فندم زي ما انا بقول لسيادتك كده، لابد ان يتم مراجعه كل هذه القوانين الخاصه بالتامين، ويتم رفع، يعني مثلا في اي دوله، خلينا مثلا في فرنسا، حضرتك بتامن عليك او على مركبتك برقم، حضرتك ارتكبت حادث او اثنين او ثلاثه بيبتدي يترفع هذا التامين بنسب عاليه جدا جدا، وبالتالي انت مش هترخص لان انت حضرتك راجل مستهتر وتؤدي الى حوادث نعم لاخرين. نعم فده نفسي يا ريت يتناقش الكلام ده تاني قانونا طبعا، ويصدر به هذا الكلام، في قانون الدنيا ان شاء الله المرور اللي هتنضبط احنا اكتر منتظرينه كمان يعني بإذن الله. ان شاء الله. شكرا سيادة اللواء مدحت قريطة، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا.